مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان. المشروع اللي حكينا عليه برشا وسمعنا عليه برشا وإلى حد اليوم ما فما حتى شيء على أرض الواقع. رئيس الجمهورية كان تحدث على التأخير وقال إنه التأخير هذا يمس من مصداقية الجمهورية التونسية وهو يحرم المواطنين زيادة حقهم المشروع في الصحة والعلاج. هل بعد هالحديث هذية ولا هالاجتماع هذه مع كل المسؤولين معناها أهم المسؤولين على المشروع هذه باش تتطور شوية وإلا يخرج المشكل من الكلام إلى التنفيذ وإلا ليه؟ هذا هو اللي باش نحاولوا نفهموه مع المجتمع المدني في القيروان وكيفاش قرأوا هل الاجتماع هذه وهل عندهم بعض المعلومات وإلا بعض الأخبار اللي تفيد أنه باش يكون فما يعني خدمة في الأيام القادمة وإلا ليه؟ هذا اللي باش نحاولوا نعرفوا مع سي سمير فيالة رئيس تنسيقية وينو سبيتار في القيروان. سي سمير صباح الفل ومرحبا بك. صباح الخير للناس الكل، صباح الخير للناس الصابرة، صباح الخير للناس ما فقدتش الأمل سنوات وهي في انتظار حق مشروع اللي هو هيبة مستشفى الملك سلمان. تحياتي للقراوة، تحياتي للتوانسة الكل في أين ما كان. مرحبا بك سيدي. أول حاجة تعليقكم كي تقرأوا مخرجات الجلسة اللي صارت البارح على المستشفى والمشروع هذية، شنو تعليقكم وإلا هكا الامبريسيون الأولى اللي تاخذوها؟ الامبريسيون ما نجم نكونوا كان فرحانين برشا 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 باللي صار. ما نجم نقولوا كان نحن درنير مو عملنا جيست ثم باب بناهوه جاو بناهوه في الارض تاع الشطار، عملنا خبزه تاع جاتو وكجيست الخبزه ذيك معناها عملت حكايه كبيره برشا في تونس وعملت بوليميك كبيره. نتصور هكا معناها كانت سبب من الاسباب اللي خلات الدوسي يتحرك ويوصل الى اعلى قمه في السلطه. نحن رانا عندنا سنوات نقولوا صحيح راهو الشيء اللي صاير راهو يمس مصداقية الدولة. وشعارنا كان ديما يا حكومة عار وينو سبيتار، راهو عار على دولة انك ما تنجمش تبني سبيتار، عار على دولة انك ما تحددش مواطنيك ما تقول لهمش شنو هي المشكلة وين المشكلة. تعرف شنو هي من اكبر الحوايج اللي عرضتنا نحن كتنسيقية من عام 2017 انه ما تلقاش شكون يخرج الكومينيكي، ما تلقاش شكون يخرج. ما عندكش المعلومة معناها. ما انت يزبك وحدك تمشي تدق على الباب هذا يقول لك حديث، تمشي للاخر يقول لك حديث، حكي ولا ورقه رسميه وين واقف الموضوع؟ توا اللي نعرفوه انه الاموال بالنسبه للمشروع هذا مرصوده موجوده، انه يعني تم انجاز دراسه، الاشكال وين معناه؟ الاشكال بالضبط وين؟ هذه ما هو هذه المشكله. توا ديرني المو عنده تقريبا 6-7 شهور خرجوا قالوا لا فاش الارض طلعت باسم لا فاش ولزمها تتقلب باسم وزارة الصحة. شنو المشكل؟ هذه مؤسسة الدولة في بعضها معناها تنسق وبجرة قلم معناها تتوفى للمشكلة إذا كان فما إرادة. بالضبط، وبعد 5 سنين ولا قديه 6 سنين تخرج تقول لي حكايه كيما هكا شنو بالضبط؟ نحن لو نعرفوا اللي سمى حكايه غير عاديه في الملف. هل عندكم معلومات شنو الحكايه الغير عاديه؟ ما سمى حكاية ثم تعطيلات غير عادية. روكي تجي تقول لي أنت بعد 5 سنين أن الأرض طلعت باسم نافاش، لا زي الكل أنتم وينكم؟ كي بديتوا انتوما من الاول وكي جيتوا انتوما حطيتوا على الارض هذه حطيتوا باب في الخلايا ما تعرفوهاش اللي تابع لها فاش، كي انتوما جيتوا وجبتوا المسؤولين من السعوديه وجبتوا الناس ودخلتوهم للارض انتوما ما تعرفوش اللي تابع لها فاش، راهي الاشكاليه كبيره برشا. راهي انك بعد 5 و6 سنين ما زلت تنزل تيتاتون، معناها ما تعرفش نيتك بالضبط وين والحكايه شنو هي بالضبط. راهي مشينا قبلنا سنيا بالشيخ، قبلنا وزراء، قبلنا كتاب دوله، اي وزير نتاع صحه جل وين وقفنا له ومشينا له وحدثناه وطلبنا منه توضيحات. راهو ساعه لساعه تسمع حكايات. ثم سي الشريف كان وزير قال 2021 سي رؤوف الشريف قدام باب الولايه قال لي حرفيا قال لي 2021 يبدا فونكسيونيل. نقول له يبدا يخدم يهديك. يقول يا سيد الوزير مش معقول لك هذا، راك ما تنجمش نبني فيلا في عامين، خلي فما بالك في مستشفى بالضخامه ذي. يلزم زاده التوانسه تعرف اللي راهو اضخم مشروع عمومي صحي مش يقع للدوله التونسيه. لا هو تنجم، راهو من ناحيه تنجم كي يحب كي فما الاراده تنجم تبنيه، معناها ماهيش مشكله. مصر بنيو في 4 سنوات بنيو مدينه كامله، مدينه العالمين، مدينه كامله على الطراز دبي.
البني معناها في 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 نحكيو في النيفو هذاك نتاع البني نتاع الابراج في 4 سنوات بديت 2018 توا برا نشوفها المدينه كامله يعني وقت اللي نحبوا النجم وماهيش هذه الاشكاليه. ولكن هل عندكم انتم اليوم هل عندكم دي زارغومون هل عندكم يعني حاجه تخليكم تفهموا لانه احنا توا كي نسالوا ما نلقاوش الاجابه الحقيقه ما يعطيونيش الاجابه. هل انتم عندكم معلومه ليش خاطر هذه كلها اسباب واهيه ما عندها حتى لا راس لا سيس ورقه تابعه هذه تابعه لفهاش ولا تابعه اكس ولا ايغريك انت مؤسسه دوله هذه تتفضل الامور في جلسه معني شنو هل فما معلومات فعلا عندكم انتم تنجموا تفيدوا بها الراي العام علاش ما تعملش سبيتار؟ والله سبيتار ما تعملش راي باش نقولوا باش نبدا واضح راهو العمليه فلور ما ظهر لكش. لكن نتفكر ثم وزير تجهيز خرج في مجلس النواب قال السيد يوسف الشاهد طلبني في الدوسي لقيته راخد في الدرج لقيته مخبي في الدرج راهو نحكيه على 5 سنوات من المماطله به ديما راهو بالعقل نمشيو بالعقل مش تقول لي اعطيني راهو بالعقل وين تلقى التعطيل وين تلقى الفلوس عندنا 5 ولا 6 ولايات قاعدين يداويو في ولايه برك وبالتالي ماشي ما تم في حتى لكن نقول اللي التعطيلات راه ديما تقع من يعني فما اطراف ولا فما حاجه عند من مصلحتها انه السبيتار ما يتعملش ثم لازم مصلحتها انه السبيتار ما يتعملش انت تو كي تجي انت سوا ديزون نقولوا مثلا القروان تصب فيها القصرين وسيدي بوزيد وسيدي انا وقفصه كلهم يتصبوا فرد نهار في ولايه بركه باش يداويو معناها سيتي كرون ساندر سوم معناها راهي برشا فلوس مش يلعب معناها فشيفه ما تنجمش تقول لي انت بين عشيه وضحاها مش تقص علي انت هذايا الحكايه هذايا وتلزم الولايه بجنبي نعطلك نولي نعطلك ما نقولكش النجم نحيلك اما نعطلك كيفاش مش نعطلك قال لي شيخ كيفاش مش نعطلك هذه كما والله هو بالنظر لعدد المرضى في تونس وعدد الحالات وعدد صدقني كان يعملوا كل سبيتار هكا في كل ولايه باقي باش يبداو معبيين الولايات الكل بالمرضى معناها على خاطر تقول انت هكا على خاطر قلبك كبير وتحب الخير للناس الكل وما عندكش خلفيه ماديه خاطر انت انسانه تحب الناس المريض تحب تروح لبيت معناها مش معقول جهات ما فيهاش لا سبيتارات لا فيها اطباء نتاع خواص والله انا بعض المعلومات ساعات تجيني نقعد حايره فما برشا ولايات في تونس ما فيهمش طبيب خاص ولا طبيبه نتاع نساء ولا طبيبه يعني 2023 ما زلنا نحكيه على بالمنطقة هذه. على كل حال انتم تشوفوا انه الاجتماع اللي صار البارح ممكن يكون هو بداية لمرحلة جديدة وإلا نقطة تقدم في المشروع هذه. عنا امل كبير 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 في اللي صار البارح. عنا امل كبير انه مش يخلي الدوسي يتحل مش يخلي الاطراف كلها تتحرك ومش يخلي اهم حاجة دي ما نطلب بها يعطيونا مخرجات اللقاءات اللي تصير مع الدوله السعوديه اللقاءات اللي تصير مع وزاره الصحه راهو المشكل كبير انه حتى حد ما يعطي كومونيكي حتى حد ما يقول لك التعطيل وين حتى حد ما يقول لك هاي المشكله وين هذه راهي الاشكاليه اللي قاعدين نعانيو فيها سنوات كتنسيقيه راهو دقينا على البيبان وشفنا ودخلنا يعطيونا علاش يعطيونا اكري يقولوا لنا راهي البقعه الفلانيه فيها تعطيل ما يعطيكش يخليك هكاك يقول لك برا تهنى شهرين اخرين وتبدا الاشغال 3 شهور اخرين اخر العام تبدا الاشغال وعام يجبد عام ونحن قاعدين نستناه ولكن عمرنا ما فقدنا الامل ومش مش نفقدوا الامل على خاطر القروان تستاهل ان تكون قطب صحي للموقع الرائع نتاعها الموقع الممتاز نتاعها ان تشق الدوله التونسيه يعني في قلب الدوله التونسيه تحدها 6 ولايات الولايه الوحيده اللي عندها 6 ولايات كحدود هي معبر الناس كلها تتعدى منها وبالتالي مستحقة 1000% حتى كمنوال تنمية راهو مستحقين وبرشا سبيتار هذاك علاش كبشين فيه بدينا سنينا نعملوا على تعاونكم انتوما على دعمكم انتوما كاعلام خاطر انا بزوان دروب خاطر في الاخر بكل صوت لما يوصل كان بكم انتوما هذا دورنا احنا وهذه من التساؤلات اللي ديما نطرحوا فيها الحقيقه انا كي نقرا ونشوف رئيس الجمهوريه شنو قال البارح قال انه التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنيه وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبرر على الإطلاق ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم. يعني ظاهر رئيس الجمهورية
الجمهورية يقول لك تعلل ويقول لك أسباب وية ويقول لك مبررات، يعني فما 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 تعطيل معناها مقصود، والتبرير متاع التعطيل هذه هو الدراسات اللي ما حبتش توفى. ورئيس الجمهورية بما أنه تحدث بالمنطق هذه يعني تعلل بالدراسات، معناها رهي أسباب ما هيش معقولة وما هيش منطقية، ولكن إن شاء الله ما تقفش الحكاية حد الكلام، وإلا فقط معناها نقول وراء فما أسباب واهية وفما تعطيل، ولكن نمشي ونضغط بأي طريقة باش هالملف هذية يتحرك، وباش الناس في تونس في أي بلاصة في الجمهورية التونسية تتمتع بالصحة. وهذا سبب اليوم فما، وهذا معناها مشروع معناها مفروض أنه سهل باش يتنفذ، لأنه الأموال مرصودة وفماش حتى إشكالية المفروضة. على كل حال مشكور جدا على تواصلك معنا سي سمير فيالة، وإن شاء الله يكون فما جديد في الموضوع هذية، وإن شاء الله نحكيه على بداية انطلاق التنفيذ متاع المشروع، ونحكيه على التدشين متاع المشروع هذية، ونحكيه إن شاء الله على حاجات أكثر إيجابية. شكرا جزيلا ليك سمير فيالة.